جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صلى الشخص صلاة الفجر وشك في عدد الركعات ثم زاد ركعة لكنه لم يسجد للسهو نسيانا أو جهلا، ثم بعد ذلك بفترة تذكر، فهل يسجد للسهو أم إذا فات عليها وقت طويل لا يسجد وتصح صلاته؟ إذا شك المصلي في عدد الركعات في الفجر وفي غيرها، إذا شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك الفجر هل صلى ركعتين أو ركعة واحدة فإنه يجعلها ركعة واحدة ويقوم ويأتي بأخرى، وكذلك إذا شك في بقية الفرائض في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ويسجد للسهو، يسجد للسهو بعد السلام من الصلاة، وإن سجد قبل السلام فلا بأس، الأمر في هذا واسع. وإذا نسي السجود ومضى عليه مدة فإنه يسقط عنه وتصح صلاته، إذا نسي السجود ومضت مدة على الفصل فإنه يسقط وصلاته صحيحة والحمد لله. نعم.